كتير من الاباء والامهات اللي عندهم اطفال يعني طبعهم خجول الى حد ما، ما بيعرفوش ياخدوا حقهم. النوع ده من الامور دايما بيفكروا انه يخلوا اولادهم يمارسوا اي رياضه من الرياضات القتاليه زي الجودو زي التايكوندو زي الكاراتيه الكيك بوكسنج الى اخره. هل الرياضه دي، احنا بنتكلم على الجودو طبعا، هل لازم لها حد ادنى من القوه البدنيه عند الطفل عشان يصلح للاستمرار في هذه الرياضه؟ لا، احنا طبعا يعني حتى لو ولد جه ما عندوش الامكانيات دي فاحنا مهمتنا ان احنا نعزز له الامكانيات دي. يعني احنا اوريدي بنعمل، مش بنلعب جودو بس، احنا بنعمل تمارين فتنس وبنعمل تمارين قوه بدنيه والحاجات دي كلها، لان هي ده اللي بيتاسس عليه بقى. بنبني عليه لحد ما الولد بيبقى عنده 14 15 سنه، بيبقى اوريدي اتاخد المشوار ده كله، يعني ان هو يبقى اتاسس في الكلام ده كله. فطبعا لا، مهم جدا التمارين البدنيه. وبعد كده دلوقتي كمان التمارين البدنيه بقت مهمه في كل حاجه، في الكوره، في الهاند، واي حاجه دلوقتي البدني بقى اهم من احنا دلوقتي. حتى في الجودو البدني بقينا بنركز عليه اكتر من الجودو. خلاص الجودو انت شربته خلاص، اكتسبته خلاص، يعني البدني بقى هو اللي لازم يفضل مكمل معاك الماتش كله والكلام ده كله. حلو.